السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زاد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على جمال حيمودي، وين الحاكم وصل إلى العالمية، كيف لا وهو من أدار مباراة ترتيبية لكأس العالم بين هولندا والبرازيل بعد أن كان مرشح فوق العادة لإدارة النهائي. صح الله غالب، راجل يهدر على راجل، لازم تكون عاهرة باش يسمعوها، لازم تكون عاهرة باش يسمعوها. لا غالب أنا يا هذا حيمودي ما نعرفه، مش ما نعرفوش، ما نجيبش نحلف ونقول بلي ما هدرت معه، ربي شاهد. باش واحد يقول لك لا انا ما نكذبش عليكم، وين هذا حيمودي لازم بالك. بصح لا ما ينجموش، لا حيمودي ما ينجمش يخدم مع هذو، ما ينجموش يخدموا معاه، بانيك حيمودي ما ينجموش يخدموا معاه. يعني كحاكم كان معروف بنزاهة والصرامة، وهو الذي أدار نهائي كأس إفريقيا 2013 بين نيجيريا وبوركينا فاسو بكل ثقة كبيرة. هذه بين نيجيريا 2013 وبين نيجيريا وبوركينا فاسو، ومنها عام بعد لعبنا ماتش دو باراج، يعني عقد ذاك الغياط قال لهم كاليفينا قدام بوركينا فاسو. بوركينا فاسو اشتهينا، بوركينا فاسو خسرت 1-0 مع نيجيريا في النهائي، كانت تقطع بوركينا فاسو احسن جيل تاعها. بعد خرج لك القايطه قال لهم 2014 كاليفينا امام بوركينا فاسو، سيلا بوركينا فاسو. بوركينا فاسو انت يا مربحتهاش، واحد الحمار بوركينا فاسو انت مربحتهاش، 9 خاصين لعابه هنا في البليده في بلادك ومربحتهاش، كانت غادي تربحك. كثر خير النيجر وما كوكا ساما ومشاكره ما نعرفوش، مشاكرة كنتم ما تعرفوه وتحمال ما تعرفوه، هذه هي. وين صراحة إفريقيا يحترموه الأفارقة، وين يحترموا هذا الحكم ويعتبروه من إطارات تحكيمية يعني والمشهود له بالكفاءة. المشكلة حيمودي الوحيدة أنه جزائري، لكن كيف مسؤولين فاشلين أبعدوا حيمودي من الواجهة وحاربوه من تولي رئاسة لجنة التحكيم وأعطوها لشخص فاشل مثل بيشاري. هذه باش يكون على بالكم، مثل بيشاري كان الغوطي مقبل، كان يعني ما كاش كاع، وين على بالكم بلي حيمودي وين؟ هذه هو نقول لكم كيفاش كان مهيكل، كان مهيكل العهده تاع الحاجه الجديده يكون ماشي هذه الخطره اللي فاتت 2017، كان مهيكل باش يكون هو رئيس لجنه التحكيم في مكان حموم. مشكله حيمودي الوحيده انه جزائري، لكن كيف لمسؤولين فاشلين امثال زتشي شرف الدين عمارة، ما نقولش فاشل شرف الدين عمارة، سنة واحدة خد زتشي 4 سنين، وكانوا يخرجوا الإعلام يقول لك العهدة تاعو الأولى ما نحاسبوش، أيوا بغاو يحاسبوا شرف الدين عمارة في عهدة واحدة في عام واحد برك. لكن ما الفائدة من تولي حيمودي رئاسة لجنة التحكيم في الجزائر سبيل للدخول لجنة التحكيم الإفريقية على مستوى اللجان الكاف؟ هو وجوده في اللجنة المحلية الجزائرية للتحكيم، والمتأكد مليون من في المئة لو عين حيمودي على رأس اللجنة التحكيم الجزائرية سيسرع مسؤولين الكاف لتعييده على مستوى لجنة التحكيم الإفريقية كعضو أو حتى كرئيس، وهو السبيل الوحيد لحماية المنتخب الوطني والفرق الجزائرية من الكولسة، لأن هذه اللجنة هي المخولة بتعيين حكام لإدارة المباريات. لكن هناك شو كيفاش
حيمود يكون في 2017 الحاج كان مهيكله، هذه بنعطيكم حاجه، الحاج كان مهيكله يجيبهم بعد يبلاصيه، كان مهيكله كان واجد، كي تروح تهدر معاه صنع من هذو ما عم يهدروا، لازم العاهره هي تهدر عليه. صار العاهره عندها ناس وراء السيطار الاموال يوصلوا باش هي تهدر، لازم العاهره لازم توصل الكلمه، خاطر الراجل ضرو كلمته مكاش، الراجل ضرو كلمته مكاش في وسط العاهرات والمخنثين. هذه هي خاطر لا على سبيل الذكر برك، حيمودي اعلى بكثير من عصام عبد الفتاح كحاكم وكمسير تحكيمي باش يكون على بالكم، لكن المصريين فعلوا كل ما بوسعهم لتعيين عصام عبد الفتاح على مستوى لجنة التحكيم الإفريقية عكس نحن. بالمختصر المفيد، الأفارقة لن يعينوا في لجانهم شخصيات مثل بشاري والغوتي، هم يريدون أشخاص مثل حيمودي، لا يوجد شخص مهتم بسلك التحكيم في القارة لا يعرفه، كاش اللي ما يعرفش حيمودي معروف للأسف ما هوش من ديك مشكلة حيمودي، فاني كنزيدوها أنه من ولاية غليزان. هذه هي، أنا نتمنى إن شاء الله هذا زبزب، بس صعيب زبزب جابوه، زبزب زبزب بيتعرف اللي جابوه، حطوا له الجروب تاع زاتشي، الجروب اللي يخدم مع زاتشي، ومن بعد اللي يخدم مع شاف دير عمارة، ومن بعد غير هما، ومن بعد تجي تقول لي ما تسقبتش. خاطش على اللي يهدر مع الطبيب صاحب البيكولا، خاطش كاين طبيب هو اللي يدير لك المخدر، يدير العملية هو يدير لك مخدر، طبيب هو اللي صاحب المخدر التخدير هو اللي يهدر معاه يقول له ودي اشكون 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 غادي نديرو كتايا في قطر. شو كي لعب درنا لعبنا كونتر ايران فماك صايك كونفيرمات، روح كي نحطوك دي الدوسي تاعك حطهم صايك وراك رابح. علاش كيسموه سرار دار حملة كبيرة، جا هنا الوهر راح للقسنطينة راح للصحراء، دار عند ربي، طمع ليشان، ما يدري كنا دايرين بلي غادي والله ما يربح، ما غاديش يربح، لا تفيق بلي ما غاديش يربح، ملف فاسد تاع زبزاب وقبلوه، هذاك مالك هذاك قالوا راني مريض، ما تزيدنيش راني مريض، يا ودي كنتي تخاف ربي ومريض صح، أوديكم يعيطوا لك، قلت لهم أولادي أنا راني مريض، قالك أنت شاد جبتي علاه جيت؟ خاد جايبينك باش تدير لاكريم ومن بعد تروح، يجيبو غير اللي بيموتوا، هذا مكان اللي بيموتوا يجيبوه، صاروا لك لاكريم كاشي ومن بعد يكملوا معاك، راهو ساك مكاش، يجيب ما يجيبوش ناس صغار يقعدوا يخدموا والصرامة، لا يجيبوا واحد. من بعد جابوا 2017 جروب طردوه، من بعد جابوا جروب خدش عليه علاقة بالحمار كان طامع في الرئيس الرابطة، رئيس الرابطة اللي راه فيها مدور، حمار كان طامع في ماك، خدموا به من بعد طردوه، من بعد دخلوه الحبس. هذه هي، وزيد بعد جابوا ذاك ماجي دياحي بعد طردوه، بعد جابوا وخد اخرين، بعد يطردوهم بانيك من على عامين، بعد تسمع بجروب وخد اخر جابوه. والفرنسي حنا ما ذهبناش، قالوا لنا قروا ولادكم لونجلي، قال لك قروا ولادكم لونجلي، بس احنا شحال الناس فرنسي ما ذهبنا والو، انا امزيا كاين اللي نعرفهم قاعد حتى يقول لي اش هدر ما ذهبنا والو، انا ديجا شريت كتاب باين نقرا لونجلي، تصد الناس تهدر فرنسي ما فهمتي، كنت صغير في السنة السابعة بغيت ننقل صاحبي رسل لي ورقة، وكانوا قدامنا دايرين اختبار تاع لونجلي في الساتيام، صاحبي ميطاني الورقة دخلت يدي في الكازي كيما هكا وجبت ورقة نخسب لي فرنسي، ما فرش بين فرنسي وبين لونجلي، عمرت الورقة
دوبلي في تاعي كتبت اسمي طاب 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 استاذ الشيخ تاع فرونسي عمي عبد الله عمران المسكين الله يطول في عمره. هذا عمي عبد الله عمران الله يطول في عمره، بابا مالك سيد احمد وهاب يعني الله يطول في عمره. فكرته اليوم الله يطول في عمره. طيب من راح للدار وجاري جار جوارينا والله ما قال لك زوج ديال زوج سكاني برك بيناتنا حوايج زوج سكاني. أيا شاف لونجلي يعني عقل عيط لي قال لهم على بالكم باللي اليوم قال لهم أحمد قال لهم تكلموا راه سابقنا اختبار داروا لنا بلونجلي. أنا والله ما عارف لا لونجلي لا فرونسي. والله جرى قلت له عمي عبد الله قلت له والله هاي باغي تعطينا في وجه الورقة ديرنا أعطينا وجه الورقة برك حمر وجه الورقة ديرنا أعطاني سيب باسي سيب وقيلة ما عادش عارف كيف الوقت. ربي يحفظه إن شاء الله ويطول في عمره.